السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيلتل جيم. نكمل معكم سلسلة تجميعات لعبة ألان ويك الجزء الثاني. الآن حنا كنا في الشابتر التاسع، تمام؟ أول ما تدخل هنا، لما تتقدم تدخل هنا الشيرف، هنا الشرطة، مركز الشرطة، يبدأ على طول الشابتر العاشر، تمام؟ فأول ما تدخل من هنا تخش هنا، هنا المكان هذا. فين هو؟ Agent Estevez? دقيقة. Is that you, Anderson? ما نتفل حنا واحد هنا. Looks like it's a good thing I didn't. Looks like my leg's fucked. أتكلم البنتين الآن. Listen, there is a person out there with you invaded by something that we call the shadow, and if you don't... Taken. Yeah, I'll handle it. أتكلم الشخص هذا دقيقة. أتكلم الشخص هذاك. أنا عبد واحدة بالشات قلت كذا أنا. طيب إذا قتلناه الآن، الآن بنجيب أول شيء الشات قلت، تمام؟ نكلم البنت هنا. يلا لازم تقتل ذا عشان تفتح لك. يلا نكلمها الآن تعطينا مفتاح. خلص المحادثة حقتها تطول شوي هي. الآن تعطيك المفتاح هي. تعطيك المفتاح. تكلم معنا تعطيك المفتاح. يلا خذ المفتاح. إذا أخذنا المفتاح من الروح نرجع الخلف هنا، تمام؟ لا تروح افتح الباب هذا، تأخذ المفتاح عشان تجيب الشات جان، لازم تأخذ عشان تروفي، يعني هي فيها تروفي أصلا. كلمة السر 7 2 3. أنا لازم أعطيها مساحة الآن. أقدر أشيلها؟ كويس، أقدر أشيلها. شلتها، أخذت التروفي، تمام. الآن فين نروح الآن؟ ننزل تحت من هنا، ننزل تحت على السجون أو افتح الباب هذا أول شيء، على الزنازين تحت، ننزل تحت، نخش هنا، ونفتح الشيء هذا بالبولت كتر. ونلقى صندوق، صندوق الكلمة سر حقته، هذا مهم الصندوق هذا لأن فيها مفتاح. 1 4 6 وناخذ اللي هو تروفي الهيدن، هذا هو التروفي هذا اللي هو فتحنا كل هذه، فتحنا الصناديق هذه هي الكنز كلها فتحناها، وناخذ المفتاح، اهم شيء المفتاح. طيب الآن شو نصير الآن؟ بعد ما ناخذ الشات جان وننزل تحت اللي هو الزنازين، وما زنازين، غرفة الأدلة في الشارف هنا، خلاص تتقدم بشكل طبيعي تلقى صاحبك ويعطيك صاحبك فيوز، تركب الفيوز، بعدين تروح تكلم إيلان ويك في الزنازين فوق، فيجيك الزعيم، تقتل الزعيم، تقتل الزعيم، ترجع هنا وتكلم الشباب حقينك. إذا تورطت تدخل على الحائط، تمام؟ ما قدرت تقدم، ادخل على الحائط ورتب الملفات حقتك، الملفات هذه الملفات الأساسية حقت اللعبة اللي هي هذه وهذه وهذه، رتب لي هذه، تمام؟ اشتغل على هذه، رتبها لي الثلاثة هذه عشان تتقدم إذا وقفت ولا شيء. عموما إذا خلصت ترجع السيارة، لا تروح السيارة هنا، فين السيارة حقتنا؟ تروح السيارة حقتنا هنا، شايفين؟ هذا الشرف اللي هو الشرطة، الشرف تجي هنا السيارة. طب السيارة ليش تجينا السيارة؟ ايش نبغى؟ نبغى نروح المنطقة واتري اللي تضغط حرف الاكس بيد الاكس بوكس او يد او زر المربع في يد البلاي ستيشن. واذا جينا المنطقة هذه، منطقة واتري، على طول بدون كلام تدخل الغرفة هذه او المنزل هذا اللي هو ساومي هذا، على طول هذه سيارتك، هذا المنزل هذا او الشيء هذا، القاعة هذه، وتلقى الكلب. الان تفاعل مع الكلب، دقيقة شوف حاجة بس، تفاعل مع الكلب راح تاخذ تروفي، تفاعلت مع الكلب وتاخذ شارم، فانتبه خلي عندك مكان فاضي. تفاعل معاه وخذنا تروفي the nice things in life، ناخذ شارم واخذنا رستك شارم، اتوقع اخر شارم خذنا تروفي رستك شارم اللي هي اخر شارم في اللعبة هذه، اخذ اخر شارم. هذه بصراحة شارم جدا 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 رهيبة، هذه تعلمك بالأشياء اللي حولك، تمام؟ الأشياء اللي حولك في الخريطة، فتحتاجها عشان تعرف ايش حولك في الخريطة، ممكن تحطها بدل هذه. طيب الآن كيف نتقدم؟ الآن نرجع، احنا جينا هنا بس نجمع القطع، هنا بس نجمع القطع، هنا ما في شيء، غرفة حفظ هنا.
جينا نلبس نجمع القطع هذه اخر قطع لي اخر شهر عشان ناخذ تروفي اخر شهر مات وناخذ اللي هو تروفي تروفي وناخذ شو اسمه تروفي كمان ثاني. فعموما الان نرجع السياره ونرجع للشيرف هنا نرجع المنطقه اللي هي هذه شايفين كولدار كولدرون ليك اللي نضغط لبرايت فولز نضغط حرف الاكس يد الاكس بوكس او مربع يد البلاي ستيشن ونرجع للمدينه هذه نرجع المدينه هذه ونرجع للشيرف ستيشن. الان هنا نجي هنا وندخل في شو اسمه الزنازين ونفتح الملفات ونقلب الملفات ونرتب الملفات في اللوحه حقتنا هذه لين خلص المهمه تمام. بعدين تجيك حاجة اللي هي يطلع لك رسالة يقول لك أنت الآن في نقطة اللا عودة، يعني إذا تقدمت أكثر النقطة هاي تعديتها ما راح تقدر ترجع تجمع الأشياء، تبغى إذا تبغى تجمع عندك شيء فاتك تبغى تجمع تقدر ترجع الآن. حلو؟ فبعدين تلعب بالبنت، العب بالبنت كمل بالبنت، احنا الآن في شابتر كم؟ احنا الآن في شابتر 10. أنت كمل إلين شابتر 11، في شابتر 11 كمل بشكل طبيعي، العب بالبنت إلين تلقائياً يوديك على فين؟ لين تلقائيا تصير تلعب بالرجال ألان ويك تمام. فيلعب تقدم في القصة لين تلعب تلقائيا يوديكوا تلقائيا على ألان ويك اللي هو نروح على شابتر 11 تقريبا. احنا في شابتر 10 فنقدر نقول شابتر 11 ما في شيء او خلينا نقول شابتر انا بحسب شابتر 10 ونص ما في شيء. بعدين شابتر نبدا ان شاء الله معكم شابتر 11 الان وشابتر 12 بنلعب بالرجال تمام. فالان تقدم الى اخر شيء. طيب الان في الشابتر هذا احنا دخلنا الشابتر هذا بعد البنت بعد معركة البنت اللي هي في الشاطئ لما قتل أعداء في الشاطئ بصراحة من المعارك الرهيبة. الآن تدخل الشابتر هذا، الشابتر هذا ايش فيه؟ في تجميعتين الشابتر هذا لكن إذا تقدمت فيه تصل إلى هنا. بسوريكم لغز هنا في لغز كذا لغز يعني ألغاز اللعبة يعني هي ما هي صعبة هي ما أنت عارف شو تسوي هذه ما أنت عارف شو تسوي. فإذا وصلت هنا سوريكم اللغز انا عارف كثير اقرطين فيه. اول ما تنزل من هنا متاكد الكثير متورطين فيه عشان كذا قلت اوريكم حل اللغز لان ما في شيء يدلك على اللغز. اللغز بعد ما تاخذ الكشاف والمسدس هذه اذا اخذناها الان ندخل في الغرفه هذه المنطقه هذه المنطقه هذه كيش اللغز حق المنطقه هذه هو اللغز جدا واضح لك ما انت عارف شو تسوي ما في شيء يدلك على انك تصلح اللغز هذا. اللغز اللي هو تتبع العلامات اللي شايفينها العلامات اللي تتبعها عشان تجيب اللي هو النور. فتمشي من هنا تخش من هنا هذه يقول لك فين يقول لك يسار خش يسار تلتفت هنا هذا يقول لك فين يقول لك يسار خش يسار يولع واحد قدامك هناك شايفينه اللي هي لوحات النيون هذه يقول لك هذا يسار خش يسار. طيب ما في شيء يسار شو نصلح نخش يسار كمان ننتظر لوحة هذا يقول لك يسار خش يسار هذا يقول لك يمين شايفين هذا يقول لك يمين خش يمين هذا يقول لك يسار خش معاه يسار وتصل للمبات. طبعا ما تفتح الا زي كذا يعني لا تتفلفس وتروح المكان على طول. واذا اخذناها نوديها شوف شو نصلح الان. طيب إذا أخذناها نرجع للسيارة نحطها هنا لا نحط اللمبة هنا خلاص سكرترات جديدة جو أهلا. الآن خلاص نشوف التلفزيون هذا ندخل مع التلفزيون. طيب الان راح نجمع اول تجميع هنا شايفين اول تجميع هنا بعد ما حلينا اللغز مشينا شويه راح نجمع اول تجميع هنا تجميع لازم تجمع يعني ما عليك يعني مع القصه لازم تجمع وتاخذ تروف المسدس هذا مسدس اللي هو الفلير مسدس الشعلات. طيب الان انت قلت كم لان نوصل هنا اول ما نوصل هنا في المكان هذا رجعنا للمنطقه هذه اللي هي الحاره هذه الغريبه. فعموما خش يمين نبغى نروح التلفون فين التلفون التلفون هذاك التلفون نتفاعل مع التلفون بعدين ناخذ القطعة الثانية في المكان هذا الجميل واللي هو مذكرات الكاتب. نتفاعل مع التلفون عشان ناخذ المفتاح.
قلنا نفتح الان نفتح الغرفه، بس قبل نروح الغرفه راح نروح الفندق نروح هناك. شايفين تذكرون المكان هذا اللي اخذنا فيه؟ نفس المكان اللي اخذنا فيه اللي هو شريط الفيديو، اسمي شريط الفيديو هي مقاطع كذا في شريط فيديو. فنفس المكان هذا اللي جيناه مره في الشابتر الثاني والثالث ناس يعون، هذا هو جيت هنا، هذا هو شايفينه The Dark Place The Dark Presence، شايفين هذا الآن نتقدم. هي تقريبا الشواتر داخل على بعض، يعني الشواتر داخل على بعض. فإذا تفعلت مع اللي هو كيسي، كيسي اللي هو الـ FBI لما مسكنه في الإيرلي في الزقاق هنا، ويبدأ الشابتر اللي بعده. أحط لكم اسم الشابتر هنا عشان تشوفونه، أوريكم اسم الشابتر اللي هو هذا، اسم الشابتر اللي هو جينا على اللوت اللي هو هذا، شايفين روم 665. تمام، تبدو احنا كنا في ويسينج، تمام جمعنا قطعتين بدنا رحنا على روم 665. طيب تتقدم شويه الين تصل للاوشن فيو هوتيل، لما يجيك الباب اللي فيها المفتاح هذا كلمه السلاح. تمام، فاسحب عليه شويه، ارجع الخلف عشان نجيب لك سلاح شاتجن وتاخذ تروفي كمان من هنا الشاتجن، يفعل اللي هو الإضاءة هذه، وندخل هنا وناخذ الشاتجن. يعني كشاتجن بس نقفل نطفي صح، ونلقى الشاتجن. بس الشاتجن يبغى له مساحة، توقع كذا كفاية 1 2 3 4 5، توقع كذا كفاية 5 خانات صح، يبغى له 4 خانات بس. وخذنا التروفي all accounted for، فيعني لازم تاخذ الشيء هذا. هنا في اشياء تبغى تاخذها، طلقات الشاتجن، هنا كمان تاخذ اشياء، التوري فل للاسف. طيب يلا ما علينا، الان نبغى نطلع من هنا، نشيل الضوء هذا ونرجع للباب حقنا، الرمز حقه 2550. ما عليك يا دولي يا ابوي، انا كنت بسحب عليك، انا كنت بسيبك انا بحالك. خذ والله ما كنت مسوي لك ولا شيء، خذ هاي يا الان عندك كلمة السر ايش هي؟ 2 5 5 0 يا اخوي ايش؟ ها ضيعت علي طلقة بس، خذ. طيب الان نتقدم لان ندخل المصعد، ندخل المصعد الان بنجيب الخريطة عشان نعرف نتحرك في الفندق. طيب اول ما يفتح المصعد ندخل هنا، ندخل الغرفة هذه وناخذ الخريطة، هذه الخريطة يا سمحنا كذا نعرف نتحرك في الفندق. طيب الان عندنا هنا اللي هو فيديو او مقطع، مقطع فيديو خلينا نسميه مقطع. عموما اذا دخلت انت المكان هذا الان اللي هي الفندق، تقدم الين تصل هنا شايفين، يعني حاول تجيب هذا بسرعة على طول، تقدم هنا بعد ما تاخذ الخريطة على طول. فخل الطريق حقك اللي هو الغرفة هذه اللي هو البال او البول روم، هذا شايفينها، شايفين هذه هنا في الدورة الثانية، هذه شايفين البول روم. اذا دخلت هنا تلقى الان هنا حفظ، نقطة حفظ وفيها مفتاح، نقطة الحفظ اللي يهمني مين؟ يهمني المفتاح هذا. تمام، فناخذ المفتاح نحفظ. الآن إذا أخذنا المفتاح هذا، مفتاح لمين؟ مفتاح الغرفة 101. الآن نرجع الغرفة 101 مرة، خليكم معايا يا سيدي، نرجع من غرفة الحفظ اللي هنا مرة، خليكم معايا هي قريبة مرة، هي لعبة سهلة بس هذا الشيء قابل للفقد. إذا هذا تقدر تجيبه إلى نهاية الشابتر، إذا نهاية الشابتر خلاص ما تقدر ترجع هنا تاخذ. فنخش من هنا، خش فين أهو؟ نخش من الغرفة هذه، نخش معدرات المياه هذه ذو الكرامة، نخش يمين، نشوف ال نبغى نروح، نبغى نروح هنا هذا وشايفينه، غرفة 101، نطلع من هنا يمين، هذه الغرفة 101، نفتحها، ممتاز، ندخل الآن، برضه اشتغل، تلقى المقطع قدامك هذا وشايفين هذا، هذا. هذا هو اللي حنا فيجن، هذا هو شايفينه فيجنز، احنا خذنا فيجنز. باقي الان المفروض معك 5، باقي 4 بس.
الان نتقدم خلاص، الان نتقدم لنصل شابتر اسمه ريتيرن. شابتر ريتيرن ما في ولا شيء، لو بس في الغرفه حقتك بس تتفاعل مع اللي هو شاشات زوجتك تتكلم فيها بس، تمام. بعدها يجيك شابتر ماسك. شابتر ماسك وقف، شابتر ماسك في حاجه قابله للفقد، انتظر ينزل عنها مقطع الجاي، تمام. الان شغال على شابتر ماسك الان، والشابتر اللي بعده لين اخر شابتر، تمام. خلاص ما باقي لنا شيء، حلو. فالشابتر الجاي ما في شيء، الان تقدم في لخبطه هنا في الفندق الله يعينك عليها، بعدين الشابتر اللي بعد ريتيرن اسمه قدامكم ما في شيء، لكن وصلت شابتر ماسك هذا اللي اسمه قدامكم وقف انتظر المقطع. وفي الختام لا تنسون اللايك في القناه ودفع المقطع اصحابك خلهم يستلمون اذا تتمين بلعبات وترفيات. يلا نوريك الجزء الثاني، حياكم على حساب انستغرام تويتر، حياكم الموقع، اترككم العاب العباد دراسه تلدين، والسلام عليكم وبركاته.